أهلا وسهلا بكم أحبتي، يسعد صباحكم جميعا، تمنياتي لكم بالخير والصحة والسلامة إن شاء الله، ونهار موفق للجميع. كل الهلا بكم وتحياتي لكل الزملاء في كادر قناة الرشيد، أهلا وسهلا بكم. ما هي الأخبار الفلكية؟ الأخبار الفلكية تقول إن القمر هذا اليوم اتجه إلى برج السرطان المائي، وبوجوده في برج السرطان شوية من آثار الخسوف القمري راح تبدي شوية شوية تتلاشى، اللي حدث قبل كم يوم. يعني الحمد لله والشكر تأثيرات القمر بلشت تتلاشى، ودخل القمر إلى برج بيته اللي هو بيت السرطان. برج السرطان هو بيت القمر، لأنه يعني يقول أنه يتحكم ببرج السرطان، رح يمكث فيه إن شاء الله إلى غاية يوم 25 ويدخل إلى برج الأسد إن شاء الله القمر. إذن في هذين اليومين القمر في برج السرطان الأبراج المستفيدة من هذا التواجد القمري هم مواليد برج الجوزاء وكذلك مواليد برج الثور الترابي، كذلك مواليد برج العذراء ومواليد برج الحوت، ولا بأس لا بأس لمواليد برج العقرب، لا بأس لا بأس لمواليد برج العقرب، رح يكون إيجابي بالنسبة لهم هذا الدخول القمري. فهذه هي الأبراج المستفيدة في هذه الفترة من هذا التواجد القمري. لكن الحدث الأهم اللي رح نتطرق لهذا اليوم هو أنه الشمس انتقلت إلى برج القوس الناري، والحمد لله. يعني هذا التثليث أو التربيع الفلكي دا يبدي شوية شوية يتلاشى مع انتقالة الشمس إلى برج القوس. إحنا دا نتطلع إلى ذلك، وحتى كذلك دا نتطلع إلى انتقالة كذلك كوكب عطارد إلى برج القوس، حتى هذا التثليث اللي صاير بين العقرب والدلو والثور شوية شوية يختفي. بعد ما كانت تقريبا شمس وعطارد ومريخ وزحل ومشتري وأورانوس، إيش بقى هذول ثلاثة هالكواكب هذه كلها موجودة في موقع مثلث فلكي. فإذا أصبحت الخارطة الفلكية لهذه الفترة ما هي؟ خلي نجي نشوف الخارطة الفلكية. دخلت الشمس إلى برج القوس الناري أكيد هذا اليوم، وستمكث فيه لغاية يوم 21/12 إن شاء الله من الشهر المقبل. إذن على هالأساس راح تكون الخارطة الفلكية الشمس في برج القوس الناري، القمر هذا اليوم في برج السرطان المائي، عطارد في برج العقرب، الزهرة في برج الجدي، المريخ بالعقرب بدرجات الأخيرة، أورانوس في برج الثور، زحل والمشتري في برج الدلو، بلوتو أكيد في برج الجدي، ونبتون في برج الحوت. هذه هي الخارطة الفلكية لهذه الفترة عدا انتقالة القمر إن شاء الله يوم 25، وكوكب عطارد أيضا رح ينتقل يوم 25 إلى برج القوس الناري. إذن أحبتي اطلعنا مع بعض على هذا الحدث الفلكي الشهري، وبدأت سنة فلكية لمواليد برج القوس الناري. نقول لمواليد برج القوس كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله يا ربي، أتمنى لكم سنة فلكية مباركة مليئة بالخير، نستفيد بها من العثرات اللي مرينا بها في هذه السنة، والسنة الفلكية إن شاء الله تكون سنة أكثر تقدم، أكثر إيجابية، أكثر يعني خصوصاً الفترة الأخيرة شوية كانت ضاغطة جداً وما زالت بالحقيقة. ليش؟ لأنه بعد كوكب عطارد ما انتقل إلى برج القوس، إن شاء الله بعد كم يوم راح يكون في عندكم، المريخ كذلك راح يكون عندكم، فهذا الوضع راح يتحول من ضد إلى مع، من ضد إلى مع، فشوية شوية تبدي الأمور تأخذ مجال إيجابي.
طاقة إيجابية تمنحها الشمس لمواليد برج القوس بعشرياتها الثلاثة. نقول يا الله إن شاء الله دخلت الشمس عليكم تكون مباركة، وكذلك راح تخفف من التثليث الفلكي، لأنه الشمس قوة قوية، طاقة نووية مؤثرة جدا، فلما تجي تتحرك وتخفف فتقريبا من التثليث الفلكي أو التربيع الفلكي، نقول أنه هو شوية يعني راح ينطي فد نوع من الارتياح شيئا ما من كوكب موجود في موقع ضاغط جدا. فهالأمور شوية راح تبدي تتدرج للخير. الأبراج اللي راح تستفيد شوية من هذا التحرك الشمسي وتخف المواضيع، وكذلك ننتظر دخلة عطارد أيضا حتى شوية تخف المواضيع أكثر، فراح تكون مواليد اللي هو تامن بها التثليث الفلكي اللي هي الثور، الدلو، العقرب، وكذلك الأسد ثم القوس. فالقوس راح يبدون شوية يعني ياخذون أنفاسهم، فلهذا الظروف اللي مرت بيكم بالسابق سواء كان نفسية، مادية، معنوية، صحية، راح تبدي شوية تتحول إلى الخير الإيجابية. لذلك إحنا ما نتطلب من عندنا أنه نتقوقع على المشكلة، إنما نحاول أن نخرج منها بطاقة إيجابية، نخرج منها بأشياء نتعلم من عندها في حياتنا، نخرج منها بإيمان قوي أنه عندنا مبارك اسمه يدعم خطواتنا، وكذلك يخلينا نتعلم من عثراتنا حتى نتقن فن الحكمة والعقل والتصرف، وكذلك المزايا الإيجابية. ناس كثيرة مرت في حياتنا في هذه الفترة كشفناها، خصوصا بالنسبة لهالأبراج، طاقة من الأحزان، طاقة من المتاعب، طاقة من المشاكل. الحق أقول لكم نعم كان ذلك، لكن شوية تبدي الانفراجات، ونقول يا الله إن شاء الله كل ما تكون الانفراجات أكثر كل ما وضعكم راح يستقر. إذن نأتي الآن إلى دخول الشمس واطلعنا على الخارطة الفلكية وهذا التغيير الفلكي اللي حدث في أواخر سنة 2021. إن شاء الله يا ربي هناك أيضا تحرك آخر راح يكون السنة تحمله تحركين عدا حركة القمر اللي احنا معتادين عليها في الأبراج. عندنا تحرك لكوكب عطارد، وتحرك للشمس إلى برج الجدي، وتحرك كذلك عطارد إلى برج القوس. فهذه نقدر نعتبرها آخر فعاليات السنة في بالنسبة لحركة الأبراج في هذه الفترة. إذن على هالأساس أحبتي إن شاء الله نجي مع بعض نشوف مدة شهر راح تكون الشمس موجودة في برج القوس. ماذا يعتبر برج القوس؟ هو من الأبراج النارية أكيد، فدخول الشمس إلى هذا البرج، كل واحد له رؤية في البيوت، بس هي البيوت الأساسية اللي وضعوها يعني يعتبر هو البيت التاسع. برج القوس يعتبر البيت التاسع، أي يعتبر الحياة الجامعية، الحياة الدينية الروحية، الحياة الزوجية، دور القضاء اللي تخص يعني الأمور اللي يكون بيها مثلا دخولنا إلى محكمة لا سمح الله أو مطالبة بحق. ف يقصد هنا أنه هذا البيت يمثل حق الروح وحق كذلك الجسد. فالبيت التاسع يعتبر من البيوت اللي تتميز بطاقة تقريبا بها نوع من الإيجابية، وبرج القوس هو يعتبر برج كهربائي ذو طبيعة كهربائية، وهذا ما يمثله. لكن أكو من بداية يعني من بداية اللي اكتشفوا هذا العلم وإلى حد الآن
هو هذا يعتبر البيت الأساسي، لكن من وجهة نظر أكو بيوت أخرى يمثلها البيت التاسع من وجهة نظر بقية الأبراج، كأن يكون الأبراج الصينية ويكون الأبراج الهندية، الأبراج اللي تمشي على التقويم السابق، يعني الفلك اللي رسموه آبائنا وأجدادنا اللي كان لهم باع كبير في هذا العلم. فهالأمور تختلف من ناحية البيوت، لكن هو هذا دا نعطيكم البيت اللي يعتبروه القسم من الفلكيين، هذا هو البيت اللي يمثل الدراسة الأكاديمية والحياة الدينية الروحية ودور القضاء وكذلك الحياة الاجتماعية اللي تخص علاقة الرجل بالزوجة وإلى آخره. طيب، التوقع يختلف، دخلت الشمس إلى هذا البيت، طيب أهلاً وسهلاً، وبرج القوس من الأبراج الحلوة اللي تنطي طاقة إيجابية، وهو يعني حلو. برج القوس بالنسبة لبقية الأبراج إيش يعني هذه الفترة، ورح يلحقها بعد عطارد بعد كم يوم، يعني يوم 26 رح يكون أيضاً عطارد في برج القوس الناري. إذن التوقعات يعني راح تكون اللي دا نتوقعها في هذه الفترة، يعني مع كل ما يجي يدخل كوكب كل ما راح يميزها أكثر، يعني يثبت التوقع أكثر. فخلي نجي نشوف ما هي التوقعات بالنسبة لهذه الدخلة وهذه التغييرة في الخارطة الفلكية إن شاء الله بدخول الشمس إلى هذا البرج الإيجابي. يحكم المشتري برج القوس الناري بصورة عامة مع عشريات الثلاثة، أكو قسم منها للزهرة وأكو قسم منها لعطارد وأكو قسم منها للقمر، العفو زحل، أكو قسم منها لزحل. فلهذا نجي نشوف هذه الماهية. مواليد برج الحمل، مواليد برج الحمل انتقالت الشمس إلى برج، يعني القوس رح ينطيكم فد انتقالة في حياتكم، فد جانب إيجابي في حياتكم، لأنه الفترة السابقة كان المريخ في موقع بلشت به الحالة الصحية، الحالة النفسية، مستوى علاقاتنا ويا الآخرين، بعدين اجت صارت عندنا مشاكل ويا شراكات العمل والعاطفة، صارت خسارة يمكن ببعض المواد، كأن واحد خسر عمله أو واحد خسر شراكته أو صارت مشاكل أو تمرض. جت كملتها دخلت الشمس إلى بيت الـ يعني الثامن اللي يعتبر بيت التمويل والقروض والعالم الآخر، يعني كانت أزمة بأثر أزمة، يمكن قد تكون هذه الأزمة تخصكم أو تخص أحد من أحبائكم، سواء كان أحد شخص عزيز في الأسرة يكون تمرض، يكون شخص وضع نفسي، حالة نفسية، لمن إجت هذه النقلة، هذه النقلة تقول لكم هذه الرواسب السابقة اللي مريتوا بيها هالثلاث أشهر، قولوا يا الله. راح تعتبر هذه فترة التقاط أنفاس، يعني هذا الشهر راح يعتبر فترة التقاط للأنفاس بالنسبة لكم. فأشجعكم أولا على الاستشفاء من الأمراض، على حل الأمور، لا تستسلمون وتتقوقعون لليأس. ليش؟ لأنه لازم في هذا الشهر نعمل قبل لا تنتقل الشمس تروح البرج الجدي، لأنه وجودها هنا راح يقول لك هذا هو وقت العمل، مريت بظروف صعبة هذا وقت تعمل به، يعني يكون عندك جدية جدا بالعمل، فحاول أن تبذل قصارى جهدك لتعويض ما مريت به بالأشهر الثلاثة السابقة. شدوا حيلكم، تقووا، تشجعوا، اعتمدوا على الله، قولوا يا الله، تشجعوا وتقووا، وسبحان الله راح يساعد مسعاكم. لكن حين أجلس
وانتظر الحظ، الحظ ما راح يطرق الباب. تقوى وتشجع وابذل كل ما في جهدك لحل حالة أمورك السابقة ومشاكلك السابق لواقع إيجابي أفضل، وخصوصاً بالأيام الأكثر حظاً اللي تساعدك. عندنا مواليد برج الثور. مواليد برج الثور اتزحزحت الشمس من موقع شراكة عمل وشراكة عاطفة، دوخة راس، تثليث مزعج جداً. يعني حقاً تعتبر هذه فترة يعني شوية نقدر نعتبرها فترة ارتياح. أنتوا عكس مواليد برج الحمل، راح يعتبر هالشهر والشهر البعده يعني لنهاية السنة، لا راح تعتبر فترة ارتياح، فترة إيجابية. فلهذا السبب حاولوا أنه مثلاً نبدي نقول يا الله نعوض عن ما فاتنا، نحاول مداركة الأمور، خصوصاً إذا كان عندكم مشاكل مع الأب الأم شريك العاطفة، كذلك شراكة العمل، إيجاد فرص أو حلول بديلة لبعض حالاتكم، يمكن راح يكون عندكم فد نوع من التنفس. يعني طلعت الشمس من برج العقرب راح تنطي تقريباً 40% راحة من بعض ضوء، راح يجي يكملها 20% عطارد، والباقي 40% راح يكون أيضاً طلعة المريخ من برج العقرب. فمواليد برج الثور راح يحسون نفسهم كأنما كانوا في وضع يعني شوية شائك، بلشوا يلتقطون أنفاسهم، فالراحة راح تجي على التدريج. أريدكم تقولون يا الله لا تتسرعون بقراراتكم، أرجوكم لا تتسرعون بقراراتكم. ليش؟ استفيدوا من وجود أورانوس كوكب التغيير موجود في حياتكم وعدكم في برجكم، فهذا راح يساعدكم على التغيير. لكن هل يكون التغيير للإيجاب أم للسلب؟ إحنا هنا بهذه الفترة نشجع التغيير الإيجابي، لأن راح يكون عندكم نظرة إيجابية للأمور. قولوا يا الله التغيير الإيجابي، يد الله تكون تسبق مساعيكم لأجل أن تغيرون حياتكم لواقع أفضل، لواقع أفضل، في شراكة إيجابية، في استقرار، في زواج، في ارتباط، في فض شراكة أصبحت غير مجدية وبدء شيء جديد. عندنا مواليد الجوزاء. مواليد الجوزاء فرص إيجابية للارتباط وفرص إيجابية لمناقشة أموركم المهنية. أحبتي هذه الفترة تركزون على هالأمور. قد يقع كثير منكم في شباك الحب، قد يقع كثير منكم في الرغبة بالاستقرار، راح تعلو عند الرغبة بالاستقرار، يقول شو وقت أتزوج، شو وقت أستقر، أو شو وقت ألقي لي شغلة واستقر. فهذه فترة العمل، توكلوا مثل ما وصينا جماعة البيت الصديق لكم، يقول قول يا الله تشجع تقوى ومد إيدك لما هو الأفضل، ونقول يا الله. مواليد السرطان، دخول الشمس إلى برج القوس إيش يعني؟ يعني إمكانية الاستشفاء يا أحبتي من الأمراض الدمر بيها، خصوصا الأمراض اللي تخص الشمس، وبعدين الأمراض اللي تخص عطارد. فعندنا فترة استشفائية راح تكون في مجالات اللي تحكمها الشمس، كأن يكون اسم الله يعني مجاميع الأوردة الدموية، القلب، هالأمور، وممكن مثلا تتميم العمليات إذا تطلب عملية جراحية تكون أكثر إيجابية في هذه الفترة، كأن واحد يسوي عملية قسطرة قلب مثلا، حساسية الدم، معالجة هالأمور، كل شيء يتعلق بهالمسائل راح يجريها إن شاء الله. بس اللي يشعر بالمرض يعني إن شاء الله الشفاء العاجل، لكن هناك كذلك إيجابيات في تغيير روتين الحياة. تغيير روتين الحياة، قسم منكم راح يجد عمل
أو قسم منكم راح ينشغل بمشاغل تخصه أو تخص أسرته، لكن تكون هالمشاغل إن شاء الله إيجابية. روتينه يعني راح يختلف في حياته. الأسد فترة عاطفية بحتة، إمكانية إنجاب زواج ارتباط، إمكانية إنجاب بيت، طاقة تخلص من طاقة سلبية، فتح ها أن الكواكب راح تبتسم بوجهكم مواليد برج الأسد. هذه الفترة جد إيجابية لكم، مع إن شاء الله دخول كذلك كوكب عطارد راح ينطي لكم سرعة في كأن تجد يعني مثل مواليد برج الجوزاء، لأن نشوف ناس ترتبط بنات الجوزاء راح يكون عندهم خطوبة وزواج، البرج الصديق أيضا يكون عنده خطوبة ارتباط، راح يقرر يرتبط، راح يقرر يتزوج، راح يقرر يعني ممكن إمكانية إنجاب أطفال. فترة بيت الخامس من أحلى البيوت، من تجي الشمس تدخل بي راح ينطيكم هيك شلون متنفس، لأن أنتوا أيضا كنتوا دتعانون من هالتثليث الفلكي المتعب اللي إن شاء الله شوية شوية على درجات كلها راح تنتقل الأمور إلى ما هو أفضل. بس أريدكم أي عارض تحسون بيه صحي نبدي من هالسنة عالجه، نحس من هالسنة عالجه. ليش نعالجه؟ حتى لا نخلي الكواكب من تريد تجي تنتقل تروح إلى أبراج أخرى ما يتفاقم علينا العلاج. مواليد العذراء، مواليد العذراء دخلت الشمس إلى بيت الطاقات والتنقلات في حياتكم. يا ترى راح يكون تنقل في أفكاركم، يا ترى راح يكون تنقل في تحركاتكم، تنقل يخصكم، يخص أحد أفراد أسرتكم، احتمال عفوا يكون هناك فد ارتباط، الارتباط يشمل انتقاله من منزل إلى منزل، إدخال تحسينات في المنزل، كذلك يجوز منزلكم أو منزل أحد أفراد الأسرة، تنقلات طاقات، تنقلات حركة، يعني راح تكون في حياتكم وهذه الحركة تكون للإيجاب إن شاء الله. الميزان توأمك الروحي هو كوكبة القوس يا برج الميزان. دخول الشمس إلى برج الميزان راح يخلي عندك فد نوع من الارتياح على صعيد المادة، سواء كان لأن كثرت كان عندك قسم من عندكم خصوصا مجموعة المشتري كان عندهم مصاريف كثيرة، عوائق كثيرة، أو قسم من عندكم كانوا يعانون من أمراض أو أمراض تخص أحد الأحباء. قرارات إيجابية راح تكون في حياتكم، هي راح تكون فترة مريحة، مريحة يعني أكثر من وجود الشمس في بيت العقرب، وتعتبر فترة تكميلية للي كان بيكم مقدم على عمل أو عمل إضافي. كملوا هالخطوة ولحوا بيها لأنه هالملحة راح تساعدكم. الطلبة بالدراسة راح يكون التوجيهية راح يكون عندهم إمكانية أداء الواجبات، راح تساعدكم على هالأمور إن شاء الله. العقرب، العقرب انتقالة الشمس إلى برج القوس راح لكم يعني إيجابية جدا، 40% من طاقتكم السلبية راح تتخلصون منها. هذا الوضع راح يساعدكم كثيرا من هذا التثليث الفلكي اللي كان حاصل، بأنه هالطاقة تظلون تستلموها فعندكم رغبة في التغيير، رغبة في الانطلاق إلى الحياة، رغبة. هذه وجود دخول الشمس راح يعزز ذلك، كذلك دخول عطارد فرص ممكن أن تنخلق لكم مادية أو كذلك معنوية. مواليد برج القوس دخول الشمس إلى برجكم مناسب جدا، راح تتخلصون من الأمراض اللي كانت يمكن أو فترة استشفائية للأمراض اللي كان بيها دتعانوها اللي تخص الشمس. فترة ضاغطة جدا، مملة جدا، متعبة جدا، متوقفة جدا، هاي راح تساعدكم في شق طريقكم إلى الأفضل، خصوصا مع وجود الزهرة في برج الجدي، فنقول يا الله ونبدي بطاقة إيجابية. مواليد برج الجدي،
بالنسبة لكم دخول الشمس إلى موضع مواليد برج القوس راح يكونون مستفيدين منها، اللي طالعهم مثلا جدي على قوس، جدي على قوس مجموعة العشرية الأولى، هذه راح تساعدكم في تجاوز محنة، كذلك في خطى إيجابية نحو الأفضل، وتعتبر هذه الفترة فترة تخطيطية إن شاء الله للفترة المقبلة. مواليد برج الدلو، تعتبر هذه الفترة فترة راحة، انتقلت خلصتوا من ثقل الشمس الموجود في برج العقرب، إن شاء الله وجود القمر الشمس في برج إيجابي وبرج صديق، بيت الصداقات، الأماني، المؤسسات النافذة، هذه راح يكون عندكم بها انفتاحات ومجالات ورؤى إيجابية. بقالي برج الحوت، برج الحوت يسلط الضوء على أعلى نقطة في بيانكم الفلكي الشمس، فهذه الفترة تدعو مواليد برج الحوت للدعم والعمل الدؤوب، الانضباط، الجهوزية الكاملة لتتميم أمور قد تكون مع انتقالة الشمس إلى برج الجدي راح تحصدون نتيجتها. هذا كان التوقعات، والله أعلى وأعلم، تمنياتي لكم بالخير والسلامة. أنقل الأجواء أحبتي إلى زملائي حسناء وعمر. شكرا جزيلا سجنان على تقديم هاي الفقرة. شكرا لك. اشكركم. هاني اشكركم حبيبي. راح نختم، شو تقولين؟ يلا نختم. مو كافي؟ اختمني، ما اختم كافي. اذا مشاهدينا نتمنى انه حلقه اليوم نالت رضاكم واستحسانكم، تقبلت حياتي بالتقديم عمر محمد وحسناء الشجيري وبالاخراج اليكس. نشوفكم باكر.